لحظة كريم رائعة وشهادة شكر وإرفان. جاية جا سيدنا محمد الله ما جاية كلنا إن شاء الله للمكة. العزيزة بركي خليك معنا أختي الغازي. واحد الهدية من الزاوية للا تنسى ودموعك خلينا للا عتيقة. هي لحظة كريمية درناها في الخفاء وبغيناها تفرح قلبك بالعكس ماشي تبكيك. هي دموع فرح ولحظة جميلة هانت للا باش تمشي ان شاء الله لشي حجة ولا لشي عمرة بإذن الله. مشي تصفيقات على هاد الغرور اللي احنا كلنا كنحسوه بالرهات وكنحسوه بهاد اللحظات ديال الفرح وهاد اللحظات ديال السعادة. كاينة واحد الكلمة في حقك نسمعوها وندوزو للفقرة الأخيرة. شعلي 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 هاكو. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا احمد نظرة الواحد الاحد وسره المحمول في مقامه المحمود صلاة تليق به منك عليك انت كما انت لا اله الا الله عليه الصلاة والسلام. امنا عتيقة دموعك غالية دموعك غالية خجلة الكلمات خجلة الكلمات اليوم في حق سيدة في حق سيدة عرفت معنى امرأة وحارت فيها التعابير هي مسيرة الحياة بلا نظير هي الإرادة هي القوة هي الغم بالأخير عتيقة عتيقة اسم على مسمى والمعنى له أسير مرآة التضحية لطول المسير يتيمة كبرت يتيمة كبرت وربت ابنتيها وأعطتها هي كلمة حب وعرفان من الأخوات ديال الزاوية الغازية الأمينية شهادة في حق للا عتيقة أم شرف. الله يقويك ويخليك ان شاء الله ديما منوره وديما منوره في المجالس مجالس الذكر ومجالس الفرح ومجالس القلق. الله يخليك لنا جميع لانني انا احببتك اليوم صراحه واحببتك قبل ملي حكاو لي عليك وقبلية واحد السيده. ف اليوم ماشي بالضروره يكرمنا المجتمع كلنا ولكن كاين اسماء كيوصل لها الطول ديالها واحد النهار راه ربي ما تيضيع حتى شي واحد وحتى الناس الذين يعرفون بالجميل لا يضيعون احدا. هنيئا لنا بك وخليك معنا مازال تبغي التغريده تبغي هذيك الضحيكه القبيله يلا رجعي كمل الوقت. عتيقه اسم على مسمى والمعنى لا اسير مرآة التضحيه لطول المسير يتيمه كبرت وربت ابنتيها وأعطت الكثير والكثير فاليوم يومها والغد يومها وكل الأيام لها بكل احترام وتقدير رمز العطاء والوفاء المثير فما قلنا من كلام فالتعبير لك أسير. أخوات الزاوية الغازية الأمينية وشي كلمة عطاك للا عتيقة. السلام عليكم. جلسي جلسي بعدا حدايا بعدا نشوفك شوية نشوفك الجمهور الحبيب. السلام عليكم وتنشكركم على هذا المجهود اللي درتو معايا اللي قلتو معايا وتنشكر الأب ديالنا الكبير اللي مساهم معانا في أي حاجة
هذا ووقف معنا في السراء والضراء وتيجمعنا كاملين. وتنشكرك اي واحد هنايا، تنشكر لنا سميره وعلى خطاها ليا الله يجازيها عليها ويعطيها نضره قبل رسول الله. وتنشكرك بني نزاك الامينيات كاملين صغير وكبير اللي مساهمين معايا في اي حاجه، لا في عرس بنتي ولا في اعياد ولا في اي حاجه، تنطلبوا الله يزكي لنا الشيخ مجزا الامينيه سيدي عبد القادر.